السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام من متابعين حياتنا بكل بساطة، ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض الفطير الشرقي بس من غير عجين ولا خمير ولا خميرة، هنعمله بالجلاش. فهنشوف الطريقة والمقادير مع بعض. طريقته سهلة جدا جدا جدا. معايا نص كوباية زبدة أو سمنة، ومعايا لفة جلاش نص كيلو، ومعانا بقى أي حاجة اللي انتوا ايه اللي عندكم في التلاجة، فلفل، طماطم، سوسيز، لانشون، وانواع الجبن اللي مع يعني اللي عندكم، جبنه رومي، موزاريلا، اي نوع تحبوه تفضلوه، وعلبه زبادي. هناخد علبه الزبادي نحطها على الزبده، وممكن نحط قشطه مع الزبادي، ممكن نحط معلقه قشطه كبيره. انا حطيت علبه الزبادي على نص كوبايه السمنه او الزبده بالشكل ده، وهقلبه في بعض لغايه ما يندمجوا. بالشكل ده وهنجيب الصينيه المدهونه بسمنه، لازم ندهن الصينية بتاعتنا سمنة. وهنجيب لفة الجلاش بالشكل ده. انا جبت لفة الجلاش طلعت يعني ايه مقطوعة، كانت متقطعة وحالتها حالة، بس الحمد لله يعني ما بتبانش وماشية وشغالة، احنا مش هنرميها اكيد يعني، فماشية يعني. فهنبدأ نحط رق ونطلع تلات ارباعه بره، تلات ارباعه جوه وربعه بره بالشكل ده. وهنبدأ بقى يعني ايه ندهن بالشكل دوت. انا حاطه رقين مش رق واحد، يعني كل رقين بدهن بالسمنه والزبادي بالشكل ده. هحط التلات ارباع جوه والربع بره، هحاول على قد ما اقدر ان انا اظبطها عشان الايه تطلع مظبوطه معايا، وما فيش مشكله لو هي متقطعه، الجلاش مش بيبان اصلا اللي هو متقطع او لا. فهبدا احط رقين وادهن بالسمنه والزبادي بالشكل ده. اكرر الخطوات، داير ما يدور على الصينيه جنب بعض بالشكل ده، واسكن كده الجلاش معايا. وبعدين اخد الحشوة بتاعتي، انا حاطه هنا فلفل الوان ولانشون وزيتون، اي حاجة موجودة في التلاجة انا جبتها، ودي كان فواضل عندي في التلاجة جبتها وقطعتها بالشكل ده صغير، وهحشي بيها الفطيرة بتاعتي. وبعد ما خلصت بالشكل ده هرش شوية جبنة موزاريلا او جبنة رومي، حبة جبنة كده في قلب الحشوة، هيمسك الحشوة معايا هتبقى فيها مطة حلوة. وبعد كده هنقفل بقى على الحشوة بتاعتنا، وهندهن تاني بالسمنة والزبادي بتاعتنا. هقفل بس كويس على الحشوة، فانا جبت حتة كمان وحطيتها على الوش بالشكل ده،
وهبدأ بقى ايه انزل بكل الزبدة والزبادي على وش الجلاش بالشكل ده. هندهن الوش وبعد كده هنجيب ربع كوباية لبن وهسقي بيها الفطيرة بتاعتنا، ربع كوباية بس. يعني مش عاوزة يعني ايه لبن كتير، هي ربع كوباية بتكفي عشان احنا حاطين بردك زبادي ويعني ايه وسمنة وكده، وان شاء الله هتبقى طرية وجميلة جدا. جبت شوية من الحشوة جبنة وفلفل الوان وزيتون وهحطها على الوش الجلاش بتاعنا بالشكل ده عشان تبقى بتزت الجلاش الشرقي او الفطير الشرقي. طريقتها سهلة وبسيطة والطعم جميل جدا. هحطها على الفرن 180 سخنته مسبق، هتقعد لغاية ما يحمر وشها وبعد كده نشوفها مع بعض. وادي الفطيرة بتاعتنا بعد ما طلعت بالشكل ده. ممكن تقطعوها مربعات او مثلثات على حسب الرغبة وعلى حسب ما انتوا حابين. انا هقطعها معاكم تقطيعة خفيفة كده بالشكل ده، هي طبعا لسه انا مطلعاها سخنة بالشكل ده. هقطعها وادي شكلها بالشكل ده، مورقة ومش معجنة وطرية كأنها معمولة بالعجين مش معمولة بالجلاش، وطرية جدا 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 وخفيفة وجميلة جدا. يا رب الطريقة تبقى عجبتكم، وريحتها مش عاوزة اقول لكم ريحتها جميلة جدا. معايا طرية بالشكل ده والجبنة سايحة فيها وجميلة جدا وطرية جدا بالشكل ده، والجبنة سايحة فيها اجمل واحسن كتير من اللي بنشتريها برا. يا رب الطريقة تبقى عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. وشكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.